اسمي سعاد محمد مالك سيل فجدة، عمري 35. المعيشة حقي بنمشي نشتغل الدحوات ومن الزراعة ده، وحسي زرعنا والهنا ما ريح لنا، حسي قاعدين نمشي نشتغل الدحوات والحاجات غاليات. ملوة الإيش ب 300 جنيه بيت دقاقة بتاعه، وحسي ياهو قاعدين نمشي نشتغل وكم لقيت 200 تجيبي ربع ملوة تجي تسوي للأطفال. لما المطر جاء مشينا قلنا نطلوا وما تلانا الحصاد، وهنا البحر متضايقنا. وياهو لما تقول تمشي الطعب كثير في الشارع والموية بتاعت المطر كثير في الشارع، وهناك البحر جاي. يلا وقد مشينا قلنا نتلو، انت كم حسي تلحت ذاته القردته ده، يوم تقول تجي ده تلقى جوا المويه ما في طريقه وما عندنا حاجه عشان يمشي يرفع لنا. ياهو ده الشيء اللي حصلت لنا الزمن، نحن كان عندنا قاعدين نزرع ده بناكله ونشربه بناكله ونشربه. ويلا لما نقوله ينتهي وبنتوفروا قروش شنو بتاعت الزراعه، اي الانتاج ده لما تتلى بنتوفر قروش الزراعه، والحاله كان شويه كويس. لكن حسي ما قاعدين نلقوا هنا الاكل زي الناس، والمصاريف في البيت ذاته اتقلت. عندي 8 مربوع دمرت كله الـ8. انا كان قاطع هناك ما في زول بديني، انا قاعد براي الا هو بجيب الجداول بتاعي، دخل السوق بلقى له 500 ألف 2000، لقيت بمشي بودي عليهم بجي راجع. لو بيت تمام يوم واحد بجي باكل لي 10 يوم برا عشان نقدر نصرف للاولاد. We are here in Azaza village to follow the effect of last rain and flash flood on the farm of the most vulnerable patches of the community here in Azaza, including IDBs and vulnerable women like that. And we found that their crop has been destroyed 100%, and we decided in FAO to support them with agriculture and boot for some catch to restore their livelihood and replant their field once again. إن الساعة 8 تمشي القهوة بكدنكتك، لما تجي راجع تجي راجع الساعة 4، الساعة 4 لما تجي راجع أنت فطرانة، تجي تولي النار تعملي الاكل للشفه. وحسي وقت حصلت علينا الفيضانات ديل والسيول ديل خلاص انتهى مننا، وناس العزازه كلهم تعبانين تيبوا في الفيضانات ده شديد.